هي حالتنا حنا تصب علينا نرواها وبكشنا نباتوا قاعدين لا ماص في الديار طول هذه هي عيشتنا حنا وكنشكيو يقول لك ما عندنا ما نديروا لكم عقبنا بزاف الصعوبات في الديار هذو كينا لوبيجي جبنا لي بومبي ما خلينا ما نديروا حنا واحد ماهم داير علينا حنا ما دابينا يلقاو لنا حل انا ما نقدرش نعيش كي في دار كيما هذه نسلك بصح ما يخدموليش هادي راه الدار هادي راهي ريسك قادر في الليل الماكاين وتريسيتي مشالي في الارض انا نهبط من الفراش نلصق راني نعوموك كي صب النون عموك اليوم في الساهيه صب علينا من فوق نتاح نسيقوا الدنيا ماكش كان هذيك عزلك تاعك شفت حتى النيل واش الحصيله كارثه كبير فديجا كشتو الوضعيه كيفاه كاينه في الدار ما تقدرش تعيش فيها اصلا ما غير صالحه للسكن بلا الامراض اللي صرات لنا اللي عندي الوالد تاعي كبير مريض عنده شويه حساسيه من ميديتي سقط الميديتي بزاف وطمئن سكان عماره ديال 2 بحي 110 مسكن بان مصالح البلديه قد راسلت مؤسسه التسيير العقاري للاطلاع على الاضرار التي لحقت بالعماره جراء الامطار الغزيره الاخيره ونذكركم بان البلديه على اطلاع تام ودرايه كامله بمشكلتكم كما نطمئن الساكنه بان البلديه دائما في خدمتكم.